مايك ما من توفيق والله يا عبد الله. اثنين وكل واحد عن اثنين، محمد العويسي واحمد تركي، تعالوا حياكم الله. مهم فريقنا، ها؟ مهم فريقنا. ما عليكم اخوياكم 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 يا جماعة الخير. تعالوا حياكم الله. يا هلا مرحبا. هنا تعالوا وسلموا. هذولا هذولا من مجموعة زايد. واضح انهم على قلب واحد لدرجه ان مجموعتك هلا مرحبا مجموعتك صارت من مجموعه زايد. انا وزايد ارحب عندك مجموعه زايد اثنين دولا مجموعه زايد ارحب يا اليمين شلونك هذا ندل دل ان المجموعات على قلب واحد ارحب وارحب انا احب الحماسيين اللي يجون كلها ترحب اللي راح على الفايده وكان زايد زايد انا بسنك مجموعه زايد بسرعه بالله بسرعه مع مجموعه زايد هاي عينك انا يعجبني ذلك يعجبني عجبني الواحد الحماس اللي يخترق النظام صح ان مجموعه عادل بس انكم انت جيتوا يا مرحبا في المسار هذا اول شيء ثاني شيء انا عندي ثقه كبيره فيك حي الله كشدنا الكفو رتويت له حي مع عجب بايض الله وجهك تفضل الناس يعينون بيك ذا الحين كلهم سولف شغل معك اتجه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخوكم حمد بن سعود الأكل بي من حافظة بيشة ونعم يقول جيت من بيشة الفاحة ومروس التغالب ونعم الطموح كبير والهقواها على مثلي كبيرة قدم ملقي شعر حافظ قصص وابشروا بلفلي تبو علوم غانمة علوم غانمة الله يعزك زم الكاميرا أقرب معي هنا ترى مع جبه مع يخترع لا تخترع لا مالك ازهر ايه كفو بس بلغ... لا تخترع ابشر مالك ازهر مرضى بلغنا السماء مجدنا وجدودنا وإنا لنرجو فوق ذلك مظهرا البيت هذا للنابغة الجعدي رضي الله عنه ويوم ألقاه سألها الرسول صلى الله عليه وسلم الله قال إلى أين يا أبا ليلى قال إلى جنة الخلد بك يا رسول الله شفت الطموح ما وقف المكان اللي هو فيه وصل السماء ونول اللي أعلى وهذا المهم أن الواحد ما يكتفي بالشيء اللي وصل له إنما يسعى للأفضل ثم الأفضل ثم الأفضل ثم الأفضل وخير من هذا كله أنه يسعى الأفضل الأفضل وهو رضى الله عز وجل عنه معكم أخوكم حسن أبو طالب عبد الله الطالبي ونعم مالك زود متحدث توعوي وتحفيزي قارئ وملقي للتاريخ ويقولون صوتي جيد يعني ما أمدح نفسي لا لا كفو العمر 23 سنة جيت هنا عشان هدف واحد وهو الجائزة والجائزة في عيني قبل كل شيء رضى الله عز وجل ثم محبة الجماهير وصحبة المطاليق كفو كفو الله يطول عمرك بس استاذنك بما أنه متحدث تحفيزي حلو خليه يعطينا كلام تحفيزي للي بيطلع أنا هذا اللي أبغاه ليش تسرق مخي دقيقة برضو على قلب واحد يلا الله لا يورط كثر ما ورط أنا أسبق بخطوة أخوياك يسمعونك برا الشباب اللي برا كلهم على البذور حاليا حلو تفضل الشباب ترى الارتباك اللي بيجي في أول خطوة راح يظل معاك إلين النهاية هذه الحين أول خطوة لك في الإعلام لازم ما ترتبك فيها فأنت إذا صعدتها واثق راح تكمل المسيرة بإذن الله كلها وانت واثق خصوصا المجموعة حقتي اسمعوا كلامه مجموعة الباقي عادي بصركم الله يعطيكم العافية فاكم انتم فيك انكم بوك الله يودن عادي متفقين بي مرة ثانية ونرحب مرة ثانية بالشباب